ما حبيت تمثيلك. ما وطلب منك تاخذ موقف. اه ملك وانا بس ما انك مقنع. ما عملت شيء غير توقف يعني بالوقت تبعك. ما شايف اللي وراي ده؟ ايه اكيد. ما ينفعش اتحرك ولا اعمل اي مش بهيدا قبل 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 وبعد، هذا اكيد. حتى وانا بغني لازم اقف كده. مش مطلوب منك. مش مطلوب منك تغني. كوبليه ما بيسوى. كوبليه ما بيسوى. عباس غنيت افريج مغنى يعني بتغني انت احلى من هيك. غنيت حلو هو بس الرفران يعني المذهب. طب ليه كده ده انت صوتك حلو وغنيت كثير حلو. الكوبليه تبين في ضعف جدا كانك مش حافظ الكوبليه مع انه الكوبليه كثير قريب اللحن على الرفران. بس طريقه المغنى تبع الكوبليه تبعك كان ضعيف. ريت ماك برات الريت العرب كانوا فيهم قصص مش ولا بد فيهم برات المغنى في برات شوية نشاز بالكوبليه إنما بالرفران كان العكس كليا. ما في يكون الرفران هالقد عم تغنيه حلو والكوبليه عم تغنيه قاشط. في مشكلة ما بعرف إذا حافظ أو مش حافظ أو ما عم تسمع حالك. كان مطلوب منك توقف، ما عندك شيء تعمله يعني تنقول تهيت بشيء. مطلوب منك توقف تجمد وتغني. قلت لي مش مطلوب مني. مظبوط مش مطلوب مني. مطلوب منك تغني بس ما غنيت الكوبليه صح. مشكلة فيها هالغنية كانت الكوبليه اثنيناتهم كوبليات اثنيناتهم ما بيسووا بس الدخول منيح والفله منيحه بس ما بعرف. انا برجع بقول انه انت ما عندك حجج يعني ما عندك حجه يعني بقوله في شيء كان مش مزبوط. عدم ارتياح عام ما كنت ناقصه البرفورمنس لما اقول لك ضعيفه ما انا ضعيفه ناقصه عيب بمرحله من المراحل انت تنشز بكوبليه او مشكله ايقاع ما لازم يكون عندك اياها بقى عباس خلص لازم يكون قطعنا هالمرحله